وما زالت الطاقات الشبابية الخيرية في هذا الوطن المعطاء تعطي من نفسها وجهدها لخدمة هذا الوطن. الحين معانا فتيات شابات في مقتبل العمر قاموا بعمل خيري وفريق خاص بالعمل التطوعي، اسم الفريق إفطار صائم يا ماما الدنيا. إفطار صائم، جميل جدا. أول شيء أنا سعيدة بوجودكم. أنا سعيدة بوجودكم، ما تتصوروا قديش أنا أحب الأعمال التطوعية، جاية من السعودية علشان الأعمال التطوعية. أولا ألقي الضوء عليها من خلالكم ومن خلال فريق زاد التطوعي مثلكم، بنيات وشحليلهم وإفطار صائم وكذا، وابتسامة وإيش رسم البسمة على العالم والناس من خلال الأيتام وكذا. فأنا سعيدة بوجودكم، لكم جيتوني لحدي. البنيات عندنا اليوم كانوا توزيع إفطار وكذا وما قدروا، فأنا اليوم سعيدة فيكم وودي تعملوا تعطوني فكرة عن عملكم. نعم، نبي نرحب فيهم لولو الخالدي، لولو المقلد ورهف الخالدي، حياكم الله. كل عام وانتم بخير. بداية نتكلم شوي عن العمل اللي قايمين فيه، مشروع فريق إفطار صائم. بالبداية كنا فينا هذا الجانب الإنساني وحب عمل الخير. تعلي صوتك ما أسمع. أوكي. كنا فينا هذا الجانب الإنساني وحب عمل الخير. فبالبداية كل واحدة فينا كانت بروح، اللي توزع إفطار صائم مع أهلها، اللي تساعد باللي تقدر عليه. فسبحان الله هسه صارت صدفة إن كلنا يعني رفيجات قراب، فتشجعنا أكثر إن نكون مع بعض ونسوي إفطار صائم، يعني نسوي شيء بنهار رمضان بدل ما نقعد بدون شيء. فتعاملنا مع مطعم معين يوصل لنا الوجبات كل يوم، احنا نوزعهم بنفسنا بكل مناطق الكويت. ممتاز، ممتاز جدا. لولو انا شايفتك ما شاء الله عليك يعني في جرأة اكثر من رهف. رهف خايفة من بداية الحلقة، لكن الان تشجعتي خلاص. طيب حبيبتي لولو، قولي لي بالضبط انتوا كيف الان اللي تبغى تنضم لكم مثلا، وش تعمل؟ وش الوسيله اللي تستطيع انها تنضم معاكم؟ أيه طبعاً، لانه كل ما كبر عددكم كل ما كان الخير اعمق. الخير اعمق طبعا. احنا فاتحين المجال حق اي احد يبي يدش معنا طبعا، وهذا غير ان كل يوم في احد قاعد يدش اساسا معنا. احنا ما قاعد نروح، احنا اساسا اربعه بس ما قاعد نروح اربعه، ما شاء الله كل يوم في احد قاعد يجي معنا. جميل جدا، من صغار لكبار. ممتاز. من عمر كم لكم؟ جميع الاعمار، حتى في اطفال معنا ان اهلهم يدزونهم معنا ياخذون خيط عشان ياخذون فكره. حلو. صار لكم سنوات للحين ما في اسم حق الفريق، يعني إفطار صائم يمكن اسم شامل عام. ليش ما اخترتوا اسم، ولا تبون اليوم ماما دنيا تختار لكم هذا الاسم؟ انا اتشرف بهذا الشيء طبعا. انا ما اجبلكم، بس يعني هو شيء وايد بين الاهل وكذي، يعني ما يحتاج اسم، او ان شاء الله بالمستقبل. للحين ما فكرنا حد شيء رسمي، ان شاء الله بعدين. انا ودي حاجه واحده، انتوا تقولوا ما فكرنا رسمي، انا ودي انكم تحطوه في راسكم بيصير رسمي. لازم يصير رسمي ويصير عندكم، يعني تشجعوا بعض من الاخرين اللي يشاهدوكم. ترى احنا اليوم بنياتنا تعبوا، بنياتنا لهم مجالات، ما ودنا ان يكونوا مثلكم. يعني في فريق زاد، هذا فريق زاد قلت لكم، يعني ما تتصور يا قلبي اجي من السعوديه علشان هذا الفريق. فريق كبير ما شاء الله عليهم، 150 بنت في سنكم وأصغر شوي كمان، في 12 سنة، يعني ما شاء الله عليهم. التوزيع، الروح، معاهم مشرفتهم فقط، كثروا هذا، يعني كثروا هذا العمل، فكثر العدد. ودي انكم تحاولوا انكم تشجعوا انفسكم والاخرين على انكم تكبروا ما تصغروا ان شاء الله السنه الجايه. كلمات جميله من الاعلاميه القديره ماما دنيا. هي تكلمت على فريق زاد، انا انتم الحين مشروعكم إفطار صائم، نبي شنو الشيء اللي يميزكم ونسمع عني حق ماما دنيا يمكن اللي يخليكم مختلفين عشان ازوركم المره الجايه واشوف اعمالكم. اللي يميزنا طبعا ان احنا قاعد نروح بنفسنا نوزع هذه الوجبات الافطار صائم، يعني ما قاعد نحتاج احد يشرف على العمليه او شيء، وهم سيايرنا يعني كل شيء بسيط عندنا، بسيط هو البسيط دائما يكبر. ان شاء الله هم عددنا صغير، يعني ليه احنا عددنا صغير بس قاعد نوزع وجبات يعني 200. معليش حبيبي ابغى اقول لها شغله، العدد الصغير مثل ما قلت لكم اذا استمريتوا فيه يكبر. ليش بتكلم عن زاد؟ انا اقول لكم ليش اتكلم عن زاد، لاني دخلت فيه وشفت بدور الطبخ في البيت يطبخوها، أم هذه تطبخ 10 دجاجات، أم هذه تسوي سمك، أم يجوا البنات أنفسهم شايلين هالأغراض وجايبين الصحون ويحطوا ويغرفوا ويضبطوا ويوزعوا، ما شاء الله تبارك الله. ما عندهم أي، أنا أتمنى، أنا بطلب وزارة الشباب، يا وزارة الشباب شجعوا هالبنيات وشجعوا فريق زاد، أقولها من قلب، لأنه متى ما تشجعوا من خلالكم أعتقد أنه العمل الخيري سيعم.
نعم. هذا اللي نبغى، ما نبغى منيات منثرين في الأسواق، نبغى منثرين في العمل الخيري. صحيح، يمكن تكمل كلامك مع الدنيا أن البنات نفسهم هم اللي يقومون توزيع هذه الوجبات على العمال. فرهف نبي تقولي لي شنو شعورهم وأنتي قاعدين يعني بشكل يومي توزعون هذه الوجبات من العمال نفسهم؟ وايد وايد نستأنس لما نشوف ردة فعلهم وابتسامتهم دعائهم لنا. وايد صارت مواقف معانا يعني لما نشوف دعائهم لنا شعور وايد حلو. حتى لي بعد رمضان احنا ما ودنا يعني نوقف، دائما ندور شيء نسويه لان الشعور موجود يا زينك يا رهف. شنو من المواقف يمكن اللي تصير وياكم تذكرون هالوقت؟ شوف يعني مثلا على طول يوقف يدعي لنا. مره كنا واقفين باشاره ويومها كانت سكر ويانا من كل صوب، يعني ما احنا قادرين يعني نوزع الوجبات، نروح مكان ما نلقى مثلا مسكر، نروح مكان ما نلقى مسلمين. فبالاشاره وكان يعني الوقت يعني يمشي بسرعه، لقينا يمنا سياره يعني قديمه وفيها عمال شكلهم تعبانين. قلنا خلينا نسالهم، نزلنا الدريشه قلنا لهم ان محتاجين فطور. كان يلتفت على اللي يمنا قال له انت طول اليوم قاعد تسالني احنا شو راح نتفطر اليوم، قلت لك ربك راح يفرجها. وقعدوا يدعوا لنا ويقول لنا شوف الله فرجها، شوف الله فرجها علينا. فاحنا استانسنا انه يعني اذا احنا فرج حق ناس هذا شيء وايد يعطينا دافع حق كل يوم ان احنا نوزع. وانت خريجه ايه يا لولو؟ لا انا طالبه هندسه. طالبه هندسه اي مستوى؟ رابع سنه. ما شاء الله. وحضرتك؟ هندسه رابع سنه. هندسه ما شاء الله. ما شاء الله فخر حق بنات الكويت يعني هم طالبات ومهندسات ومشتغلين اكيد العمل التطوعي، لأن هذا الشيء يمكن جبلنا عليه بالكويت مام الدنيا. أنا عجبني هذا الشيء ترى مرة، أنا مبسوطة ما تتصور. صحيح. أنا شايفة شابات ما شاء الله. بعدين على فكرة يعني الشيء الوحيد اللي بقوله على الهواء ويسمعوني السعودية، الوحيد إنه أنتم بسياراتكم تروحوا. تعرفي لو بنياتنا يسوقوا كان بسياراتهم سووا شيء. أكيد كل مجال يعني كل مجال يقدرون يفقون فيه. وإحنا تعلمنا هالشيء مام الدنيا من قائدنا، قائد العمل الإنساني سمو الشيخ أكيد صباح الأحمد الله يحفظه ويعافيه. آمين يا رب. يمكن تكلمت على العمال، بيتكلم على المناطق اللي تختارونها اليوم يعني تغيرون كل منطقة كل يوم تكون منطقة. احنا ما نختار مختلفة. منطقة معينة يعني نروح ولا مجمعة نروح يعني ندور بالشارع حق ناس محتاجة هذا الأكل، ما نروح منطقة معينة، نروح حق ناس محتاجة. أي مكان في عمال كذي يعني بالشارع وكان نروح له ناس تكون صدق محتاجة حق الفطور. انت رايك ايه؟ ابغى تقول كلمه لهم، يعني ايش الكلمه اللي تقولها لهم من خلال التلفزيون لهالمجموعه اللي موجوده معانا ولمجموعات اخرى ما قدروا يجوا، نلقي الضوء عليهم نقول لهم. احنا اليوم يمكن ما الدنيا وايد يتكلمون في السوشيال ميديا في كل مكان يقولون بنات الكويت وينهم. هذا المثال مشرف اليوم حق بنات الكويت اللي يقومون ونفخر احنا فيهم بمثل هذه الاعمال التطوعيه، اعمال انسانيه. يمكن تكلمتي على حمله زاد اليوم، البنات ويانا من فريق افطار صائم، كل هذه المجاميع اللي تنطلق اليوم في هذا الشهر الكريم. نعم. في شهر رمضان هم فخر حقنا احنا سواء شباب بنات كبار صغار، نفخر فيهم. الكويت والخليج يمكن جبلت على هذا العمل التطوعي، شيء جميل صراحة. فشيء جميل، شيء احنا متعودين يعني هي شوف بالنسبه لنا كمان ايضا يعني لازم الانسان يتكلم، احنا خليج فانا صعب اني اكون هنا وما اتكلم عن جمعيات الخيريه اللي عندنا. جمعيات الخيريه اللي عندنا تدعم هذه، تدعمهم دعم كبير لهالبنات اللي يقوموا بهذه الاعمال. تلاقيهم ملابس شتاء ملابس صيف، يجمعوا ويحطوا، ومين يخليه يشتغل هالشغلات؟ الشابات اللي مثلكم. أنا سعيدة فيكم جدا جدا وأشوف الأخ إيش يقول اليوم. نعم. نبي شوي على شخصيتكم، شلون تغيرت كونكم طالبات وخاصة في مجال الهندسة، أبي تأثير أهلكم وأيضا على شخصيتكم شلون كان؟ أهلنا وايد شجعونا يعني من أول ما بدينا، هم أكبر يعني صار أكبر دعم لنا من أهلنا. كافي إن كل يوم لما نرجع بعد التوزيع يسألونا شنو صار معاكم، شلون الوضع اليوم، وين رحتوا، وقاعد يقترحون عنا أماكن بعد. حتى يعني مثلا دينا بنروح ان تحتاجون احد يروح معاكم، تبون نروح معاكم شيء، هذا سؤالهم كافي. بس هذا سؤالهم وايد كافي يعني ان هم قاعد يشجعونا واثرت على شخصيتنا طبعا. يعني انا كلها افكر ان هم قاعد يتهاوشون على وجبه ياكلونها وتخلص يعني. صحيح. اما احنا نقوم من النوم ندري شنو فطورنا، ندري فطورنا ذاهب، هم ما يدرون يصومون ما يدرون شنو يفطرون عليه. يعني خلتنا ان نفكر على كل مبلغ احنا نقطه وين يعني وين نصرفه. هذا وايد اثر علينا، صرنا نقارن حياتنا بعد يعني فيهم. يعني اقارن انا مثلا برجع البيت حق شنو، انا شنو عندي، هو شنو عنده، يعني قاعد يعني نشوفهم يور ركض يتهاوشون على وجبه فطور. وايد بدنا نقارن حياتنا من الخير للخير، من خير البلد من خير اولاد البلد. ما شاء الله عليكم. نعم. انا ما ودي اتكلم عن الصعوبات، يعني في صعوبات واجهتكم في المجال هذا ولا شايفين بالعكس في تعاون في كل شيء سهاله؟ انتوا تكلموا قول لي فطور
الجو اي هذا الجو المشاهد فيه الخليج اكيد المنطقه هذه كلها. يمكن الصعوبات ان احنا فينا دافع ان احنا نروح كل مكان بالكويت، في اماكن طبعا خطره ان احنا نروح بس بنات بروحنا فما نقدر يعني. صحيح. بس هذه الصعوبات ما مو ذاك الصعوبات البدايه كنا نروح كل مكان يعني بدون ما نفكر نبي نوزع كل مكان بنروح كل مكان، بس في اماكن يعني لا صار ما يدفع يعني نروح. انتوا كل يوم ابغى اسال كل يوم ولا كم يوم في كل يوم؟ كل يوم. كل يوم ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. ابيكم توجهون كلمه حق البنات اليوم، بنات الكويت اللي قاعد يتابعونا، تبونهم يجون يشاركون هم معاكم في هذا العمل، شو تقول لهم على العمل من تجربه قمتوا فيها؟ اللي ابغى اوصله لهم ان الموضوع وايد سهل، يعني ما يحتاج وقت، ما يحتاج جهد، ولا محتاج حتى جروب كبير، يعني تقدرين انت ورفيقتك لو بنتين تقدرون تسوون شيء. قاعد ياخذ منه الموضوع ساعه يمكن، يعني قبل الفطور من 5 إلى 6 تقريبا، مو متعب حتى الموضوع يعني، اللهم حرارة الشيب زي شيء متعودين عليه. لولو والله نفس الكلام يعني، وزيادة على هذا فريق زاد وفريقنا. تعرفوا فريق زاد؟ سمعت عنهم توا. وفريقنا طبعا في وايد وايد وايد. صحيح. أحيانا إحنا وإحنا نروح بنوزع الوجبات نصادف طريقنا حملة قاعد توزع، فنحتاج نقرر نغير المكان. هذا التنافس إيه؟ جميل جدا. جميل جدا جدا. أصلا إحنا يصير فينا لا ليش هم يو قبلنا، إحنا بنيجي قبلهم كذي يصير فينا. نعم. تابعكم ودي حاب يشارك معاكم، عندكم اكونت معين ولا في طريقه؟ هو باكونتاتنا طبعا، ان احنا الحين قلت لك كانوا مو شيء كبير وكذي، بس ان يعني وايد ناس كل يوم قاعد يكلموننا انه يبون يدشون معنا وقاعدين قاعد نقدر ناخذ ونحطه على الشاشه يشوفوه، نحطه في انستغرام في تلفزيون الكويت ممكن. ان شاء الله راح يكون وياكم. نشكركم اليوم على وجودكم، انتم فخر مثل ما قلت حق بنات الكويت. ابي اشكر الاعلاميه القديره امام الدنيا على وجودك لك الماثيره في نهايه اللقاء. تسلم حبيبي، انا سعيده جدا جدا جدا، اولا بولدي، هذا ولدي، عرفتي شلون؟ أنا سعيدة فيك إعلامي ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك، هذه واحد. اثنين، أنا سعدت بالبنات شفتهم عن قرب، وأنا بشجعكم وأقول لكم استمروا وكبروا المسألة، لا تخلوها 4 و5 و6، يعني خلوا الخير يعم، عرفتوا كيف ماما؟ أتمنى لكم وتنتبهوا على أنفسكم 100%. بس أبغى أسأل سؤال، إذا أنتوا هالآن في هذه الفترة، أنا يقولوا مثلاً ما عاشوا مرحلتهم وراحوا سوقوا وجو، وش يضيعوا وقتهم في الأعمال الخيرية، وش تقولوا لهم للناس؟ بالعكس، ما قاعد نستانس، قاعد نروح كل مكان، بس الوقت قاعد نسوي عمل خير، يعني قاعد مثل ما قالت إنه ما يحتاج ساعة يمكن. يا سلام. كثير. ما يأخذ يعني وايد من وقتنا ولا من يومنا، نقدر بأي وقت نستانس ونروح. مشاهدي الكرام، ما تتصوروا قديش أنا سعيدة بتواجدي مع هالبنات الجميلات ومع مذيع الجميل وهذا البرنامج الرائع، أتمنى لكم التوفيق، وسبحان الله رب صدفة خير من 1000 ميعاد. نعم، أشكرك على وجودك اليوم ويانا في الكويت، صدفة جميلة جمعتنا ويا الإعلامية القديرة السعودية مام الدنيا. تسلم، حياك الله. عندنا مثل ما قبل الفطور في إفطار صائم، أيضا الشباب بالكويت يروحون يسوون رياضة في المجمعات. حلو، لأن الجو شوي حار مثل عرب الخليج، يكون داخل مجموعات في رياضة، نبي نعرف شنو سالفة هالرياضة الحين مع المشاهدين من خلال شو السالفة.